الرقم اللي انا قصدته انه اي حاجه تحطينها على بشرتك او على الجلد ترى الجسم يمتصه. الحنه ممتاز لانه شيء طبيعي، ولكن احرصي الكريمات اللي انت تشترينها تكون طبيعيه، وهذا اللي خلاني انا اكل الكريم قدامكم لانه اضمن انه طبيعي، اضمن انه طبيعي. على طاري اللي تحط على بشرتك يمتصه الجسم، تذكرت قصه المعارض الروسي نافالي اللي حاولت الحكومه الروسيه تسميمه لما حطوا سم اسمه سم النوفيشوك وين فيه؟ في البوكسر حقه، في السروال الصغير وانتم كرامة. يعني كان طالع يتغدى، اثناء ما هو طالع يتغدى وكان عنده رحلة طيران، دخلوا للغرفة وحطوا السم في البوكسر حقه وطلعوا. رجع لبس البوكسر، هو تروش ولبس طير. بعدين لما راح رحلته بالطيارة صارت له اعراض التسميم، صار في امتصاص للسم. انتبهوا، صح صح صح، هذه هي ريحته الجديده. هذا معناته في مواد كيماويه موجوده على الملابس، وهذا اللي يخلي بعض الامهات سابقا تغسل الملابس قبل تلبس ولدها، ترى حتى ريحته الجديد بالسيارات الحين، اذا ركبت السياره الجديده شم ريحه، الريحه هذه اللي يسمونها ريحه الجديد ترى عباره عن مواد كيماويه، وبعض الشركات وبعض الوكالات منعوهم من استخدام بعض المواد اللي تحفظ الجلد بشكل كبير، تحفظ الجلد وجودة الجلد بشكل كبير لأنها مضرة على الجسم. على هلا 45 دقيقة وطلعت برا النادي، خلصت تمارين. هذه المدة الزمنية المناسبة تخلي العضلة تعيش لأطول مدة زمنية ممكنة عشان تخدمك عضلاتك إذا كبرت بالعمر، لأن الحركة العضلة اللي ما تحركها ترى تموت. عشان كذا العضلة إذا بديت تحريكها تكبر. ليش تكبر؟ تحاول تتكيف مع الضغط المستقبلي، هذه وتطلع بدون فائدة. يسمونها قاعدة الذئب، ترى هذه يسمونها قاعدة الذئب. ولا تطول التمارين مرة وتمل، ولا تكسرها بزيادة. يا مساء الورد يا جماعة، كلمة وقف والملح المكرر هذه صنعت لغط كبير في ناس، أساءوا الفهم أنهم يعتقدوا أنه وقف الملح كله، لا، وقف بس الملح المكرر اللي يكتب عليه مدعم باليود. هذا ممكن تستخدم ملح بحري، ممكن تستخدم ملح صخري اللي هو الملح الخشن، ممكن تستخدم ملح الهملايا. أبعدت الملح المصنع. لما أقول لك وقف الزيت المكرر أقصد زيوت البذور النباتية، زيت الكانولا، زيت الذرة، زيت دوار الشمس، الزيوت التجارية هذه. ممكن تستخدم زيت الزيتون، ممكن تستخدم الزبدة، ممكن دهون الحيوانات، ممكن زيت جوز الهند. واضح؟ يعني اللي أنا أقصده استبدل أي طعام غير طبيعي وفيه تدخل بشري بطعام طبيعي. علشان كذا لما قلت لكم انا ممكن انه انت تفطر على مفطح، ايه ممكن تسوي مفطح بزيت زيتون او بشحمه اللحم وتحط من الملح الطبيعي، ما تحط من الملح المكرر، تبعد اي شيء مكرر منه.